بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا في اليوم الثامن من جيت تالنت هاكاتون. إحنا يعني كان معانا رحلة طويلة من 5 أيام لخمس تكنولوجيات مختلفة. بدأنا بالديجيتال تكنولوجيز والجوجل كلاود أبليكيشنز وديب ليرنينج، بعد كده خدنا تاني يوم كان روبوتكس. في الروبوتكس خدنا الروبوتكس والاي او تي، وكان معانا فريق جميل من سودو تكس. ثم بعد ذلك انتقلنا دخلنا في الماتيريالز تكنولوجيز والميتالورجي، حاولنا نربطها بالسيميوليشنز، وكان في ديسكشن بانل مع متخصصين على نتكلم على التدريب والفرق ما بين الواقع والخيال في مجال التدريب ومجال التعليم، وهل الخريج مجهز ان هو يلتحق بالوظائف اللي موجودة في السوق ولا لا، وازاي نقدر نساعده في هذا الموضوع. بعد كده خدنا في البايوتكنولوجيز رحلة في مجال الفود سيكتور مع دكتور خالد عدلي، وتطبيقات ما بين الناتروجينومكس والناتروجينيتكس، وازاي الاكل بيأثر في الجينات بتاعتنا والجينات بتتأثر بالاكل، يعني العلاقات المتبادله ما بيننا. ابتدينا بعد كده سيركلر ايكونومي والايكو ديزاين، كان معانا ضيفه من انتفيرب يونيفرستي دكتوره كارينا، وشرحت لنا ازاي نعمل ديزاين لمنتج مطابق للمواصفات البيئية، ويعني أقدر إن أنا أتجنب إن أنا أعمل إمباكت على الانفايرومنت، إمباكت سيء، وفي نفس الوقت ما يكونش جرين ووشنج، إن أنا يعني أعتقد إن أنا بفيد البيئة وبالعكس أنا بضرها أكتر يعني. وبعد كده ابتدينا رحلة مع السكيلز، البيرسونال سكيلز، دي مهمة جدا الأيام اللي هي من اليوم السادس لليوم العاشر، لأن دي عبارة عن ترانسفيربل سكيلز، ممكن انقلها من اي وظيفه لاي وظيفه، عايز اغير تخصصي لمجال اخر اقدر استفيد بيها ايا كان تخصصي. الليدرشيب سكيلز هي رقم واحد اللي بيدور عليه الريكروترز دلوقتي، ورقم واحد اللي بيدور عليه الانتربرينورز علشان يتعلم كويس how to lead a team, how to lead an organization, how to lead your community, how to be a servant leader and to lead by example للمجتمع حواليك. واستطرقنا بعديها للساينس كوميونيكيشن، وازاي لو انت باحث تقدر تعمل good communication of your science للجمهور الغير متخصص، كان معانا استاذ محمد الصنباطي. امبارح كان يوم جميل جدا الانتربيرسونال سكيلز، ابتدينا فيه مع مس مريم سمير، شرحت لنا ازاي نخطط لمستقبلنا بمعرفه جوانب شخصيتنا وايه المناسب لينا وايه احسن الوظائف اللي اقدر اقدم عليها، وان شاء الله نحاول نستضيفها تاني علشان تكمل الجزء اللي كانت ابتديته امبارح. بعد كده كملنا ايه الاذر سكيلز اللي اقدر ان انا انميها خلال مدى طول حياتي علشان اترقى في الوظائف واحصل على احسن الوظائف. وختمناها ب سيشن مع الاول ديسكشن بانل مع الطلبه، والسيشن باللغه الانجليزيه مع رودريجو دوارتي اللي شرح لنا ازاي how to unleash the power inside you، ازاي تتغلب على الصعوبات، تتغلب على نفسك اولا علشان يعني تصل الى كل ما تتمناه. ايه هي الحاجات اللي بتقيد تفكيرنا من تفكيرنا نفسه، وازاي ان انا اكون سعيد في حياتي. وهو عرض ان اي حد يقدر يعمل معاه 1 on 1 session as a life coach، هو certified life coach، وتقدر تحجز السيشن دي على الموقع yourmindsethero.com. النهارده بقى هنبدا رحله في البروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت دي مهمه ولا مفر منها ابدا، بمعنى ان عاجلا او اجلا لازم في الكارير بتاعك هتمانج بروجكت معين، هتمانج تيم معين، فانت محتاج تتسلح بالتول دي لو عايز ان انت
يعني تتميز في شغلك وتترقى فيه، تبقى تيم ليدر، بروجكت مانجر، وهكذا. معانا النهارده يعني نخبة جميلة، أحب يعني أوريها لكم. عامة إحنا في الإيفنت دايما بيبدأ من الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة للساعة 10 مساء، باستثناء إمبارح كملنا لحد الساعة 11. بعض السيشن يعني حوالي 70% بالعربي و30% من السيشنز مستضيفين بعض الأجانب، زي اليوم بتاع الليدرشيب كان معانا أسباير انستيتوت من الولايات المتحدة. الإيفنت متقسم لويبينارز زي اللي إحنا فيها دلوقتي، والديسكشن بانلز بنستدعي فيها الخبراء، بنستخدم اكسبرت اوبينيون تكنيك علشان نحاول نحل مشكله معينه، وطبعا اللايف كوتشنج اللي لسه قايل عليه تقدر انك تستخدم اللينك ده، واحنا شاركنا البي دي اف مع الجميع. اللينك اللي هو بتاع يور مايند سيت هيرو، بس طبعا لما تكتبها هتكتبها من غير مسافات ودوت كوم. الايفنت يعني كان معانا ناس جميلة من مختلف المجالات، منهم بره مصر ومنهم داخل مصر، من الأكاديمية، من الإندستري والإنتربرينورشيب. النهاردة ضيفنا الكرام أو ضيوفنا الثلاثة كلهم من الصناعة، سواء كان في مجالات صناعية داخل مصر في مختلف المجالات، أو في أيضا مجال التدريب ومجال ان هم يعني متخصصين في مجال التدريب. فالنهارده اول سيشن هنبداها مع اتنين يعني لديهم خبره اكتر من 15 سنه او خبره حوالي 20 سنه في مجال الصناعه او في مجال التليكومنيكيشن والباور، الكتريك باور انجينيرنج. وبالاضافه لذلك كل منهم متخصص في مجال، فهنبدأ بمهندس محمد عباس، وهو يعني هو ميجا بروجكت مانجر في أحد الشركات العالمية، الفرع منها في مصر، وهو بي ام بي سيرتيفايد. ومعانا يتلو بعديه بعد ساعة معانا مهندس طارق الطبشي، وهو أيضا يعني هيشرح لنا البروجكت مانجمنت من منظور آخر، وهو الأجايل بروجكت مانجمنت، وهو برنس 2 سيرتيفايد انجينير. وبعديهم هيبدأ معانا الساعة 8:30 دكتور محمد السنتي، وهو متخصص في مجال اللين سيكسي. وانا عن نفسي يعني تدربت على يديه لمده 6 اشهر كاملين، حوالي 200 او 250 ساعه من التدريب، كل اسبوع طبعا عدد لا باس به من الساعات، حوالي اعتقد 6 ساعات اسبوعيا. فيعني هو يعني من ضمن هدايا البروجرام بتاعنا للطالب والخريج المصري. هو طبعا استشاري في العديد من الصناعات، خصوصا صناعه السجاد، عارفين طبعا مين اكبر مصنع للسجاد في مصر والوطن العربي. فهيشرح لنا اللين سيكس سيجما ازاي بندمج اللين مانجمنت مع حاجه يعني ستاتستيكال تكنيك اسمه سيكس سيجما، علشان احسن كونتينيوس امبروفمنت دايما في العملية الصناعية أو في السيرفيس بتاعتي. يعني يستخدم أيضا لين سيكس سيجما في الكول سنترز وفي الأماكن المختلفة اللي بتقدم سيرفيس معينة علشان يطوروا. فلو سمحتوا رحبوا بيا بأول ضيف، مهندس محمد عباس. أهلا بك محمد، ويعني الكرة في ملعبك الآن. شكرا دكتور محمود، أهلا بالسادة الكرام والحضور. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إدارة المشروعات، وأنا بس حابب يعني أأكد لحضراتكم إن إدارة المشروعات هي زي ما قال الدكتور محمود، هي لا مفر منها، هي سكيل وإكسبيرينس قوية جدا، بتخدم مختلف الصناعات وبتبقى ذات أهمية بالغة، خصوصا
لما يبقى في اندستري حابه تعمل دليفري جديد، او حابه تعمل اكستنشن، او حابه تعمل ابروتش جديد حتى كمان للبروسيس والبروسيسز اللي هي شغاله عليها. فاداره المشروعات داخله في كذا فانكشنز، كذلك داخله في كذا اندستري. نبدا محمود، اوكي نبدا اول سلايد. ممكن احنا النهارده ان شاء الله الاوبجكتيفز بتاعتنا هو بنتكلم على اول خطوات اداره المشروعات اللي هي التخطيط. ليه احنا محتاجين نعمل تخطيط، وايه اللي المفروض يتضمنه خطتنا، يعني ايه نطاق المشروع بالانجلش سكوب اوف ذا بروجكت، وايه هي الادوات اللي تساعدنا ان احنا نفهم نطاق المشروع واهميته وازاي نقدر نحدده. هنتعرف طبعا برضو على مهام المشروع وعمليات المشروع المختلفة. هنتعلم برضو ازاي نقدر نعمل سكيدولينج للمشروع، وازاي نقدر نعمل بريك داون للاكتيفيتيز، وازاي تقدر توصل بالنهاية لتسليم المشروع including سكوب المشروع والتشينجز اللي طلبت منك. هو للأسف يعني في مشكلة في النت عند مهندس محمد، فأنا هعرض البرزنتيشن لحد ما حضرتك توصل يعني المكان في نت كويسة، وحضرتك تدخل معانا بالإكزامبلز بعد الشرح اللي أنا هشرحه لمدة 30 دقيقة يعني أو 20 دقيقة. أوكي، أهم حاجة في البروجكت مانجمنت، طبعا باشمهندس محمد كان عايز يقدم نفسه ليك والإديوكيشن والتريننج والكارير بتاعه. بعتذر يعني إن فور تكنيكال ريزونز إحنا مش قادرين نسمع مهندس محمد خالص، فلحد لما الانترنت تبقى ستيبل عنده انا هشرح الاساسيات، وهو بعد كده يدخل بعد حوالي ربع ساعه يكمل بخبرته العمليه من المشاريع اللي هو بيعملها. فالبروجكت مانجمنت بصراحه يعني هي حاجه زي ما هو قال لا غنى عنها اساسا. فتعريف البروجكت مانجمنت هي تتضمن طبعا تخطيط. اي حاجه انت بتعملها في شغلك، ممكن مثلا موضوع انك هتخطط فرحك او هتخطط حفله تخرجك، هتعمل ايفنت زي اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو جت تالنت هاكاثون، ده بروجكت. فهي بتتضمن التخطيط والتنظيم لكل الريسورسز اللي عندك، كل المصادر المتاحة، كل الموارد المتاحة عندك. وأتذكر دكتور من أساتذتنا الكرام في جامعة القاهرة كان دايماً يقول لنا تعريف الهندسة هو حسن استخدام الخامات والموارد لتحقيق الأهداف المطلوبة. فالمهندس مش لازم يبقى معاه شهادة هندسة، ولكن في ناس كتير يعني يعملوا السحر من حاجات بسيطة. فحسن استخدام all the resources، كل المصادر، بيكون مهم علشان ان انا اقدر اوصل بالبروجكت بتاعي او التاسكس او الايفنت او اخلص كل الحاجات اللي مطلوبة مني، عن طريق ان انا اعمل بروجكت متحدد بالتايم. زي الحدث اللي احنا فيه دلوقتي متحدد ان هو بيبدا من يوم 5 ليوم 14، فهو تايم باوندد. وفي اكتيفيتيز بتحصل على مدار البروجكتس بستخدم فيها الخامات المتاحه، بستخدم فيها كل البيرسونال، كل الناس اللي عاملين في هذا المجال، الفاينانسز، التمويل، البادجت،
تكنولوجي ممكن تدخل فيها حقوق الانتاج والانتلكشوال بروبرتي رايتس. كل الكلام ده بيتضمن تحت البروجكت مانجمنت. ازاي؟ احنا بس عايزين نوصل لك جملة مهمة، احنا عايزينك تخرج من البرزنتيشن دي بثلاث حاجات. الحاجة الاولانية طبعا احنا قلناها الاول، اهمية البروجكت. فلو بصينا هنا على الشمال، ان اي بروجكت بيتكون من ستيجز او فيزز او مراحل. تبدأ بالتخطيط، ثم ان انت تعمل انيشيشن للبروجكت، وبعدين تعمل اكسكيوشن. اكسكيوشن ان انت بتنفذ الخطة اللي تم البلاننج بتاعها. تعمل مونيتورنج للبروجكت، تلاحظ البروجكت شغال ازاي، ما تبقاش نايم على ودانك، وبعدين اول ما توصل للتاريخ النهائي ايه ده احنا ما عملناش اللي كان مطلوب. او تعمل زي اللي حفروا نفق، شاكر كان في اليونان ولا في ايطاليا، حفروا نفق من ناحيتين والاثنين ما لضموش في بعض، عملوا نفقين موازيين لبعض بدل ما الاثنين يوصلوا لبعض. انت لازم يبقى عندك مونيتورنج قوي للبروجكت بتاعك، تقدر ان انت تعرف انت ماشي صح ولا لا. يبقى عندك كي بي ايز مهمه تحدد لك البروجكت ماشي في نجاح ولا لا. كي بي اي يعني نزل عن الكي بيرفورمانس انديكيتور، رقم محدد، لو اقل منه انا وحش، لو اكتر منه اوكي انا تمام. وبعدين في الاخر الكلوزنج اوف ذا بروجكت، وتحتفل بالسكسس بتاعك وهكذا. فدي المراحل الاساسيه بتاعت البروجكت. عايزينك تخرج من الويبينار بتاعت النهارده عارف الحاجات دي. تاني حاجه، ان البروجكت مانجمنت فيها العديد من الميثودولوجيز، ويختلف الاراء. يعني البروجكت مانجمنت اللي هنشرحها في الويبينار دي هي الووتر فول، ان انا بعمل كذا وبعدين كذا وكذا وبعدين كذا، تمام؟ ف البروجكت مانجمنت في ممكن تبقى ووتر فول اللي هي الشكل التقليدي للبروجكت مانجمنت، او تبقى اجايل بروجكت مانجمنت. الاجايل بيبقى فيه كذا اتريشن، يعني بدل ما بعمل البروجكت كله وبعدين اقول للعميل ادي اللي انت طلبته، لا انا ابتدي ببروجكت صغير اعمل اتريشن اوريه للعميل، العميل عجبه ماشي اكمل عليه اعمل اتريشن تاني، اعاده يعني سايكل تانيه، وافضل احسن 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 في كذا سبرنت. دي اللي هنشوفها في المحاضره الجايه مع مهندس طارق الطبشي، وهو اجايل اكسبرت، فيعني هيستفيد في هذا المجال. او ان انا اعمل لين مانجمنت. لين مانجمنت اتجنب الويست، اشوف فين الويست، وهناخد انواع كتيره من الويست مع الهدر اللي موجود في الصناعه، او الهدر اللي بيضيع لي وقت. هناخد انواع كتيره منه واتتبعها والغيها، ثم هندمجها بقى بعد كده بالسيكس سيجما علشان نعمل عمليات تحسينيه، اطور في البرودكت او السيرفيس بتاعتي. بعض الناس بيعتبروا اللين سيكس سيجما مش من انواع البروجكت مانجمنت، لانها كونتينيوس على مدى تاريخ المصنع كله او الشركه كلها. قد اضيف ليها برضو الانوفيشن مانجمنت، ولكن الانوفيشن مانجمنت تتبع اسلوب تاني خالص غير كل ده، هنشرحه ان شاء الله بكره. اخر حاجه عايزك برضو تطلع بيها من المحاضره، ان البروجكت مانجمنت اساسيه للنجاح. لو ما عملتش بروجكت مانجمنت هيبقى عندك ستريس عالي جدا، هيبقى عندك هكتك بروسيس، ما عندكش نظره كافيه للبادجت بتاعتك مناسبه للمشروع بتاعك ولا لا، ممكن تكاليفك تبقى اعلى من اللي هيدفعه لك العميل، يعني هتبقى كاتاستروف. والامثله على ذلك كتير، لمشاريع عظيمه اتعملت في دول كانت المفروض تتعمل في كام شهر اخذت سنين. فهو ده اللي انا عايز تطلع منه، ان في يعني ستيجز، في خطوات، في عندي كذا طريقه اقدر اعمل بيها البروجكت مانجمنت، والنهارده بنحاول نلخصهم لك. واخر حاجه، لازم تستخدم البروجكت مانجمنت لو عايز تنجح. الانواع زي ما قلنا الووتر فول، ان انا بتبقى البروجكت مانجمنت بعمل خطوه وبعدين خطوه، يعني جيت تخلص، ستيج تخلص توصلني الجيت لحاجه تانية، ستيج تخلص توصلني لجيت لحاجه تانية، تمام؟ او الاجايل بروجكت مانجمنت، بعمل تقريبا بروجكت كله بس مبسط سمول، وبعدين اعمل اتريشن احسنه، بعدين اتريشن احسنه. نشأت الاجايل بروجكت مانجمنت في البرمجه، كان قبل كده مثلا يقعدوا مع العميل، العميل عمال يقول خيالات، وبعدين يوروا له البرنامج بعد ما تعبوا فيه شهور، يقول ايه ده مش ده اللي انا عايزه.
فدلوقتي بقى يقعدوا مع العميل ياخدوا المواصفات ينقلوها يعملوا برنامج مبسط، هل ده شكل يعني شبه اللي انت كنت عايزه؟ لو قال اي كملوا في هذا الاتجاه، لو قال لا يعملوا حاجة تانية. فده برضو كاستمر سنترد، وهناخد بعد كده كمان بالإضافة لذلك الأجايل مايند سيت، ودي هخلي مهندس طارق طبشي يكلمكم فيها باستفاضة. ثم اللين بروجكت مانجمنت واللين سيكس سيجما اللي هتكون موضوع اللي هيتناوله دكتور محمد الصمتي. دكتور محمود شكرا جدا ليك. وصلت تمام. انا وصح. اوكي طيب بس انا حابب اوضح اكتر شويه في الحته اتفضل. بتاعه الووتر فول بروجكت مانجمنت. هو الووتر فول بروجكت مانجمنت دي اصل الميثودولوجي لاداره المشروعات، ودي كانت البدايه من الستينات، وهي هدفها بكل بساطه ان احنا لما كنا بنشتغل على مشروعات كانت الاغلبيه المشروعات اللي الناس بتشتغل عليها كانت مشروعات مكرره. يعني ايه مكرره؟ يعني احنا عملناها قبل كده، فكان العميل الاونر بتاع المشروع عارف كويس هو عايز ايه، وكان اللي هينفذ المشروع سواء كان المهندس او المقاول نفذ similar projects like this before. الووترفول بروجكت مانجمنت ميثودولوجي هي طريقه من خلالها انت تقدر ماكسمايز الافشنسي بتاعه تنفيذ المشروعات اللي هي متحدده مسبقا، وهي فعلا بتوفر وقت وفعلا بتوفر تكلفه، وهي احسن طريقه واقصر يعني طريق ما بين نقطتين هو الووتر فول بروجكت مانجمنت. وزي ما اتكلم دكتور محمود في الفروقات ما بينهم وما بين الاجايل والاذر تايبس اوف بروجكت مانجمنت ميثودولوجيز، هي تظل رقم واحد ميثودولوجي خصوصا في اندستريز لايك الكونستراكشن اندستري. الووتر فول زي ما هو مفهوم من اسمه هو اتجاه واحد، المشروع ماشي في اتجاه واحد، احنا ما بنرجعش بظهرنا لورا، احنا بنبدأ المشروع بسكوب او نطاق مشروع المحدد جدا، وبعدين بيتعمل له بريك داون انتو سمولر ورك باكجز، وبعدين بنبدأ ننفذ بناء على المخطط اللي احنا وافقنا عليه احنا او اللي هينفذ وصاحب المشروع. فهو اتجاه واحد، يعني احنا بنبدأ ونحط الاساس، نحط الخطة نمشي عليها سنة أو سنتين أو على حسب الجدول الزمني، ويبقى في deliverables محددة على مدار الجدول الزمني وهكذا. فبتبقى الأمور واضحة وبتبقى الأمور محددة مسبقا في detailed and very comprehensive contract، وطبعا very comprehensive technical schedules related to the contract، ومن خلالها تقدر تنفذ المشروع. وتاني هو المشروع أي رجوع فيه للوراء يعتبر change، يعتبر change بمعنى إحنا يا جماعة إحنا كنا هنعمل طريق مثلا، وبعدين اكتشفنا إن إحنا وإحنا بنعمل الطريق إن فيه مثلا يعني صخرة كبيرة في وسط الطريق، فإحنا هنضطر إن إحنا نغير مصير الطريق، ده change على طول. وزي ما قلت لحضراتكم المشروعات دايناميك فيري دايناميك، ومش معنى ان انت كنت محدد كل حاجه مسبقا في البدايه وعملت كل جهدك ان انت تحدد تفاصيل المشروع في البدايه، ده مش معناه ابدا ان ممنوع يحصل تشينجز، ابدا لازم يحصل تشينجز، ده شيء طبيعي لازم يحصل. والووتر فول بروجكت مانجمنت بتضمن ليك ان لو في تشينج حصل ان ده التشينج ده هيبقى فير في التعامل سواء كان مع صاحب المشروع او اللي بينفذ المشروع. اتمنى اكون وضحت بشكل اكتر تفصيلا الجزء الخاص بتاع الووتر بول. حد عنده اي سؤال فيه؟ يقدر اللي عنده سؤال يشغل المايك ويسأل على طول. اوكي اتفضل يا طيب. باشمهندس. اعتقد حضرتك شرحت الاجايل وشرحت اللين بروجكت مانجمنت، فانا يعني مش هخش فيها، لكن احنا هنخش دلوقتي جوه شويه في الووتر فول بروجكت مانجمنت.
يعني ايه مشروع؟ الديفينيشن بتاع اداره المشروعات اكوردنج للبي ام اي، البي ام اي هي الانستيتيوت اوف بروجكت مانجمنت او بروجكت مانجمنت انستيتيوت، هي مجموعه العمليات اللي بتحقق اهداف يونيك مؤقته. يعني ايه الكلمتين دول؟ هي انت والله كانك هتبني عماره، فانت مجموعه الاعمال اللي انت هتعملها لحد ما توصل ان انت تبني عماره. العماره دي يونيك، بمعنى ايه كلمه يونيك؟ يعني هي ما اتعملتش قبل كده، او يعني ما اتعملش عماره شبهها قبل كده 100%، او ان خلينا نوضحها بشكل تاني، ان العماره دي يونيك في ان هي كل عماره يونيك. يعني ايه كل عماره يونيك؟ يعني العماره دي حتى لو شبه عماره تانيه تظل يونيك بروجكت ليه اهدافه وليه الديليفربلز بتاعته وليه ارقامه، وتظل لازم يتم التعامل معها بشكل مختلف عن اي عماره تانيه. حتى لو هتعمل 20 عماره كلهم شبه بعض، ولكن كل عماره هي separate unique project. temporary برضو معناها ايه؟ temporary معناها ان انت لما بتيجي تعمل العمارة هتعملها في مدة زمنية، وبعد ما تخلص المدة الزمنية انت سلمت العمارة وكل الميشنز اللي انت عملتها انتهت فعاليتها او انتهى الوقت الزمني بتاعها، فبقتش existing anymore. ده يخليها تختلف كتير عن الشغل جوه مصنع. الشغل جوه مصنع انت كل يوم بتروح المصنع بتعمل برودكت، تاني يوم بتعمل نفس البرودكت، تالت يوم بتعمل نفس البرودكت، فالبروبلمز والتشالنجز اللي انت بتقابلها كل يوم في المصنع مختلفة. التشالنجز اللي بتقابلها لما تيجي تعمل يونيك بروجكت، يونيك اند تمبرري بروجكت. So this is a definition of a project. Unique set of actions, set of actions موجودة علشان تحقق unique and temporary objective and deliverables. كمان يا محمود، حد عنده سؤال في يعني ايه معنى مشروع؟ حد مش قادر يفهم مشروع يعني ايه؟ وقلنا يعني ايه اللي ممكن ما يكونش مشروع؟ هي الكونتينيوس اوبريشن. الكونتينيوس اوبريشن يعني لما يبقى عندك اوبريشن انت حريص ان هي تبقى كونتينيوس كل يوم، والفترات زمنيه غير معلومه المده، يعني مش يعني او حتى طويله المده جدا يعني. فانت بالتالي انت هتديرها بشكل مختلف لو انك هتدير مجموعه عمليات تؤدي الى برودكت او ديليفربلز بيتسلم مره واحده بس. فده مش مشروع، ده اوبريشن. ففي فرق كبير جدا ما بين البروجكت والاوبريشن، وفي طبعا سيميلاريتيز. ايه السيميلاريتيز؟ اول حاجه في السيميلاريتيز ان انت عندك كورس اوف اكشنز لازم تعملها في الحالتين، سواء كان بروجكت او كان اوبريشن لازم اكشنز تتعمل، وستيبس 1 2 3 4. وكذلك one of other similarities ان الاكشنز والستيبس دي بتتعمل من خلال الناس، من خلال التيم اللي انت هسميه بقى الاوبريشن تيم او البروجكت مانجمنت تيم. فبالتالي الاثنين ليهم اوجه شبه، واحد او الاوجه شبه ان هي لازم لها تخطيط، مجموعه من عمليات مخططه. ثاني اوجه شبه ان هي بتتعمل من خلال الناس. ثالث اوجه شبه ليها تكلفه، والتكلفه دي لازم تبقى كنترولد. فده اوجه شبه ما بين المشروعات والاوبريشنز. واوجه الاختلاف ما بين المشروعات والاوبريشن مينلي ان هي المشروعات تمبرري اندوفر، وان هي يونيك ديليفري. يونيك ديليفري وكانك هتعمل نيو برودكت، هتخترع عربيه جديده، هو هنزل موديل جديد ما نزلش قبل كده السوق، او هتعمل لونش لتعديلات كبيره في الموديلات موجوده اكزيستنج، او هتعمل عماره، او هتعمل محطه ميه، محطه كهرباء. كل دي حاجات ما كانتش موجوده قبل كده وانت بتخلقها مره واحده، فده اسمه بروجكت. اتمنى اكون موضح الفرق ما بين البروجكت والاوبريشن. ليه إدارة المشروعات مهمة؟ إدارة المشروعات مهمة جدا لأي بيزنس، لأن هي كورنر ستون. لو أنت عايز تنشيت حاجة جديدة،
لان هي التول الوحيده اللي هتخليك تقدر تبدا حاجه وتقدر تسلمها بعد كده للاوبريشن. انت لو فشلت ان انت تبداها صح غالبا مش هتخش في الاوبريشن سايكل. فاداره المشروعات هي السلمه المهمه الاولى اللي بتخليك بعد كده يبقى عندك اوبريشن بيزنس. فدي اول اهميه لاداره المشروعات. ثاني اهميه لاداره المشروعات هي الكونسيستنسي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما تيجي تعمل مشروع وتنفذ عماره هتنفذها بطريقه معينه، هتيجي تنفذ عماره بعد كده مثلا بعدها بسنه او سنتين، لو انت غيرت مدير المشروع وغيرت بروجكت مانجمنت تيم فانت ستيل لسه عندك الميثودولوجي اللي انت لو مشيت عليها هتقدر تنفذ المشروع الثاني اللي شبه الاولاني بس بتكلفه احسن وفي نفس التايم المطلوب، هتقدر كمان تتعلم من اخطائك السابقه، هتقدر كمان تابجريد يور تولز اند تو امبروف يور نوليدج. فاداره المشروع دايما بتحفزك على ان انت تقدر باستمرار تستخدم الاداه علشان تنفذ الانيشيشنز اوف ذا بروجكت والبروجكت عامه باحسن افشنسي تقدر تعملها. اداره المشروعات هي mainly five important phases. انت باين قدامك اربعه لكن هي بشكل عام initiation يعني الإعلان عن المشروع. مرحلة الانيشيشن هي مرحلة الإعلان عن المشروع، بنعلن عن المشروع يا جماعة. الكونتراكتور والأونر هما الاثنين بيقعدوا مع بعض ويتفقوا، قال يا جماعة الكونتراكت هيا بينا نعلن عن المشروع إن هو في اليوم الفلاني هيتم تنفيذ هذه الأعمال في الجدول الزمني الابتدائي بالشكل الفلاني بالتكلفة الفلانية، و المهندس كذا 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 هو مدير المشروع. هو مدير المشروع يعني هو single point of contact whenever someone needs to address this project from any perspective. فالinitiation من ضمن initiation phase من ضمن أهميتها هي الإعلان عن المشروع، مرحلة التمهيد للمشروع. مرحلة التمهيد بمعنى ان انت بتحط البريليمينري بلان بتاعتك، بتجمع البريليمينري تيم، بتستارت كوميونيكيشن استابليشمنت مع الستيك هولدرز بتاعت المشروع. كلمة ستيك هولدرز تسمعوها كتير قوي، هو اي حد ليه علاقة بالمشروع او اي حد يقدر يأثر في المشروع. فالانيشيشن هي مرحلة تجميع المعلومات الأولية ووضع خطة مبدئية والإعلان عن المشروع. دي مرحلة الانيشيشن. أهم دوكمنت بيخرج من مرحلة الانيشيشن هي دوكمنت اسمها بروجكت تشارتر، وهي وثيقة بدء المشروع باللغة العربية، وثيقة بدء المشروع مكتوب فيها كل المعلومات الابتدائية عن المشروع والبلان الابتدائية وأسماء اسم مدير المشروع واسم مدير المشروع من ناحية العميل واسم مدير المشروع من ناحية الكلاينت وبيزك تيم ممبرز وإمبورتنت مايلستونز بتاعت المشروع والكي ديليفربلز بتاعت المشروع والبادجت بتاعت المشروع وكل المعلومات اللي هي ابتدائية للمشروع. لو دورت على النت ودي مهمة جدا أشجع حضراتكم إن أنتوا تدوروا عليها، اكتبوا دايما project charter هتلاقوا نماذج كتير جدا عن project charters من خلالها تقدروا تفهموا أكتر يعني إيه initiation للمشروع. فدي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة detailed planning بقى. خلاص إحنا جمعنا البيزك تيم، معنا contract، معانا الستيك هولدرز وعارفينهم وعملنا لهم اسسمنت، يلا بينا بقى نخش في التفاصيل اكتر. يلا بينا بقى ايه نبدا نعمل السكوب الكبير ده، نطاق المشروع الكبير ده. يلا هنورد او يعني هنبني محطه كهرباء كمثال. يلا بينا بقى ايه نبريك داون الجمله الكبيره دي انتو سمولر ديليفربلز، ما
محطة الكهرباء دي عشان نبنيها محتاجين نعملها انجينيرينج، نعملها انجينيرينج ديزاين. والله محطة الكهرباء دي بعد ما نخلص الانجينيرينج ديزاين هنبدأ نشتري المعدات بناء على الانجينيرينج ديزاين. شوف كلمة بناء على ده معناها ان لازم تبدأ الاول الانجينيرينج لحد ما توصل لمرحلة معينة تقدر من خلالها تبدأ تاخد ريسك وتنتقل لمرحلة شراء المعدات. ثم من بعد شراء المعدات هياخد مثلا فترة زمنية انت تقدر تبدأ اعمال البناء، اعمال السيفل كونستراكشن. فدي البلاننج، دايما البلاننج لاي مشروع ووتر فول بيبدا من البيج فيري بيج ديليفربلز، وبعدين تبدا تعمل لها بريك داون انتو سمولر ورك باكجز، دبليو بي اسز ورك باكجز، لحد ما توصل بناء طبعا على خبرتك في 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 تفاصيل المشروع، وبناء على طبيعه المشروع نفسه، لحد ما توصل تو ذا سمولست ورك باكج، وتبدا تحط الديبندنسز والريليشنز ما بين الورك باكجز المختلفه اللي من خلالها، واللوجيك طبعا الـ يعني ده لازم يخلص الاول ثم ده يبدا اللي بعديه. فمرحله الديتيلد بلاننج هي مرحله مهمه جدا انت لازم تشتغل فيها مع التيم بتاعك عشان كل واحد بخبرته يقدر يعمل رياليستيك بلان. ونحط كذا خط تحت كلمة رياليستيك ديتيلد بلان، لان هي لو مش رياليستيك انت مش هتعرف تنفذها، لو مش رياليستيك انت مش هتعرف تقدر توصل لمرحلة التنفيذ. دي مرحلة البلانينج. حد عنده اي سؤال؟ لان المرحلة دي مهمة جدا والمرحلة دي تفاصيلها كتير هي والانشيشن. حد عنده اي سؤال في النقطة بتاعت البلانينج؟ اي استفسار؟ في مرحله البلاننج انت مش بس بتعمل بريك داون للسكوب، انت كمان بتحدد الديبندنسز بتاعه البريك داون دي، يعني مين يبدا الاول ومين يبدا بعديه ومين يبدا بعديه وممكن مين يبدا معاه ان بارل. بعد ما تحدد البريك داون وتحدد الديبندنسز تبدا تحط التايم دوريشن لكل اكتيفيتي. والله احنا هنحفر، فالحفر ده هيقعد اسبوعين، ثم هنصب القواعد مثلا، فصب القواعد دي هتاخد لها مثلا شهر، ثم هنبدا نصب العمدان وهتاخد لها شهر. فكل دبليو بي اس من دول ليه ديبندنسي، يعني ده لازم يبدا الاول ثم يخلص ثم عشان يخش الثاني، ثم ليه تايم ديوريشن، ثم ليه كوست. او خلينا نقول كمان قبل ما يكون ليه كوست لازم نبقى عارفين تكلفته. تكلفته دي معناها ان لازم يكون في resources associated عشان تقدر تنفذ ال WPS دي. لو هتحفر مثلا فانا محتاج مثلا معدات، محتاج manpower، محتاج اجهزة قياس، محتاج ادي notification للmunicipality للجهاز او للحي، محتاج العميل بتاعي يبقى يكون يجي يسلم مني الحفر، فانا لازم ادي نوتيفيكيشن للعميل قبله وبعد، محتاج ان يبقى الانجينيرنج خلصان، لان انا لازم ابقى عارف كويس انا هبدا لما هبدا الحفر لازم افضل احفر بعد قد ايه. فكل ده ديبندنسز وكل ده ريسورسز انت محتاجها علشان تنفذ عمليه الحفر. بعد ما توصل للنقطة دي، وبعد ما توصل لنقطة تحديد الـ WBS ثم الـ Dependency ثم الـ Time ثم الـ Resources، تبدأ بقى تحسب الكوست بتاعك. والله عملية الحفر دي بعد ما لو أنا استخدمت فيها المعدة دي والمان باور دول لمدة 15 يوم، والله شكلها كده هتكلفني مثلا 2 مليون جنيه مثلا، وهكذا. فإذا الـ WBS اللي اسمه Excavation أو الحفر بقى defined عندك بكل الأشكال من كل نواحي، ده بقى اللي اسمه Detailed Planning. حد عنده سؤال؟ تمام خلاص.
لحد دلوقتي المشروع لسه على الورق. يعني ايه لسه على الورق؟ يعني هو معمول له اعلان انيشيشن ثم ديتيلد بلاننج، بس احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا محتاجين نبدا بقى، نبدا نشتغل. الاكسكيوشن هو بكل بساطه هو الديلي فولو اب على البلان اللي انت حاططه. والله النهارده المفروض نعمل نوتيفيكيشن لكذا كذا كذا كذا، طلع خطابات واعمل نوتيفيكيشن. والله النهارده احنا محتاجين نبدي عقود مع العمال ونبدي عقود مع الناس اصحاب المهمات علشان يبداوا يشتغلوا معانا في المشروع. اتفضل اشتغل، اتفضل نفذه. فهي ديلي اكشنز في الاكسكيوشن تو فولو ذا بلان، تو فولو ذا بلان. بكل بساطه الاكسكيوشن في الووتر فول هو ان انت معاك فيري سوليد ديتيلد فول سكوب بلان وانت بتنفذها يوم يوم دي افتر دي. في الاكسكيوشن مهم جدا لاي مدير مشروع ان هو ما يبصش تحت رجليه، لازم يبص لقدام، لازم يفوركاست، لازم يانتسيبيت. يعني لازم النهارده انا هعمل 1 2 3 وبكره هعمل 1 2 3 ولمده اسبوعين انا شايف قدامي. ففي الاكسكيوشن مهم جدا ان انت تبقى عامل لوك اهيد، تبقى شايف مشروعك، تبقى محدد كويس جدا انت محتاج الريسورسز بقد ايه وامتى. علشان لو انت ما عملتش كده انت المفاجآت اللي بتحصل كل يوم ممكن تخليك مش قادر تنفذ المشروع. ممكن لو انت النهارده عندك 5 اكشنز هتعملهم مثلا او 10 اكشنز عشان تنفذ 1 WBS for example، والله المفاجآت اللي ممكن تحصل لك مثلا تخليك مثلا الخمس اكشنز او العشر اكشنز دول 8، فبالتالي ده اثر على تنفيذ ال WBS وبالتالي ده اخر ال WBS. فالاكسكيوشن هو بكل بساطه تنفيذ الاعمال as per the detailed plan. وانت بتنفذ انت دايما لازم يكون عندك عين بتقارن ما بين البلان والتنفيذ. هل يا ترى التنفيذ ماشي بنفس السرعه او بنفس اللي اتقال في البلان ولا في دريفتس؟ فالمونيتورنج اند كنترول فيز هي دايما بتخليك شايف البروجكت بلان اكتيفيتي والاكشوال امبلمنتيشن وتقارن ما بينهم وشوف هل يا ترى متاخر في التايم، هل يا ترى انا صارف زياده، هل يا ترى انا محتاج احسن من نفسي هنا. فالمونيتورنج اند كنترول هي بروسيس بتتعمل على مدار التنفيذ علشان تضمن ان المشروع as per the plan ماشي as per the plan. هنا بقى اهم دوكيمنت في المونيتورنج اند كنترول ما يسمى البروجكت كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتور. باختصار انت طول ما انت بتنفذ مشروع you are collecting data من المشروع، والداتا دي بتعمل لها analysis. من خلال الاناليسيس دي انت بتبقى عارف انت مشروعك ماشي صح او غلط. على سبيل المثال في WBS تبعناها مثلا 2 مليون جنيه، فانت بالتالي لازم تنفذها ب 2 مليون جنيه. حصلت اي ظروف خلت التنفيذ ب 2 مليون و100، في عندك cost overrun ب 100,000 جنيه. دورك كمدير مشروع عشان تحافظ على البادجت بتاعتك ان انت تقدر لازم تلاقي سيفنج في WBS تانية علشان انت ابزورب الزيادة اللي حصلت في WBS اللي انت عملتها. فالمونيتورنج اند كنترول دايما بيديلك كشاف، بيعملك سبوت لايت كده على الديسكريبنسز اللي حصلت اثناء تنفيذ المشروع، وبيديك جايد لاين از هاو تو كوركت يور اكشن اند هاو تو ابلاي كوركتيف اكشنز علشان تجيت باك اون ذا تراك اوف ذس بروجكت. اخر مرحله هي مرحله الكلوجر. انت انتهيت من تنفيذ جميع الاعمال، حان الوقت بقى ان انت تدون تاخد هاند اوفر من العميل بتاعك، تخلص كل الدوكيومنتيشن المطلوبه من 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 كل الاطراف، تكتب الليسون ليرند بتاعتك. انت عملت اكيد غلطات وفي حاجات حصل غلط
مرحله الكلوجر لازم يبقى عندك ريجستر، والريجستر ده مهم جدا، جواه كل الاكشوال وكل مقارنات ما بين الاكشوال بلان وكل الاخطاء اللي انت وقعت فيها في المشروع، وايه اللي كان ممكن يحصل لو انت رجعت بالزمن، وازاي تتجنب الاخطاء دي. كل ده لازم يتكتب في مرحله الكلوجر، دي مرحله مهمه جدا جدا في المشروع، هي دي العقل بقى بتاعت المشروع كله. انت الحقيقه انت بتجمع داتا على طول مدار المشروع، لكن مرحله الكلوجر دي مرحله مهمه جدا، انت من خلالها بقى بتكونسوليديت كل الداتا دي، وبتقدم الستوري بتاعت المشروع لاي حد بعديك هينفذ سيميلر بروجكت to be like a guideline for him في تنفيذ مشروع. دي الفيزز المختلفة لأي مشروع. حد عنده أي سؤال؟ أي مشروع في الدنيا زي ما قلت لحضراتكم هو ثلاثة كي بيلر، ثلاثة كي بيلر هو سكوب وكوست وتايم. معانا بعد إذنك يا باشمهندس، معانا سؤال من فاطمة الزهراء عايزة تسأل. اتفضلي فاطمة. لو سمحت انا كنت عايزه اسال، هو بالنسبه للبروجكت اكسكيوشن هل بيمثل مثلا زي البايلوت فيز او حاجه زي كده؟ وكان في نقطه تانية وقعت مني، هو انا بحدد الاكسبنسز او يعني بتاعه البروجكت، هل امتى بالظبط، في انهي نقطه بالنسبه قبله ولا في الاكسكيوشن ولا ايه بالظبط؟ كويس، نبدأ. أول حاجة البايلوت هو اكسكيوشن. البايلوت معناها والله أنا يا جماعة هعمل بايلوت فيز، لو أنا مثلا هركب مثلا عمدان نور في الشارع، هنركب مثلا 1000 عمود نور أو 2000 عمود نور، فأنا البايلوت فيز بتاعتي بتقول إن أنا هبدأ أول أسبوع هركب في الأسبوع ده 5 6 عمدان لحد ما الناس بتوعي يبقوا تريند انف، يبقوا عارفين كويس جدا يعني ايه تركيب عمود النور. وبعدين الاسبوع اللي بعديه لا ده انا هبقى تريند، اوكي تمام عديت مرحله البايلوت فيز، تعالوا بقى ايه نزود عدد البرودكشن بتاع تركيب العمدان. فده لازم يبقى كونسيدرد اثناء البلان. يعني ايه؟ يعني لما يبقى في ميشن بتتكرر كتير فلازم تعدي على 3 مراحل، مرحلة البايلوت، مرحلة الرامب اب، مرحلة الستيت ستيت، مرحلة الرام داون. يعني ايه؟ يعني انت بتبدأ بايلوت بتعمل تيست بس كده لامكانياتك والمسلز بتاعتك، وبعدين تمام اوكي احنا خلاص عرفنا يا جماعة ازاي دي هتشتغل او ازاي دي هتركب، يلا بينا نسبيد اب او نرامب اب عشان نوصل لمرحلة الستيت ستيت. وبعدين ما هنوصل لمرحله الستيدي ستيت هنستمر عليها فتره طويله لحد ما قربنا نخلص الاكتيفيتي دي نعمل رام داون. ده مفهوم كلمه بايلوت في الووتر فول. انا عارف ان البايلوت ممكن يكون ليه مفهوم تاني، هو ان انت مثلا تعمل عربيه تجريبيه، مثلا لو انت هتعمل عربيات فانت هتعمل عربيه تجريبيه تجربها شويه كده وتشوف الغلطات اللي فيها ايه، هو تبقى نفس المفهوم. ولكن في اداره المشروعات البايلوت دايما هو اللي هي المرحله الاوليه اثناء الاكسكيوشن اللي انت من خلالها بتبدا بتست يور سيلف وتست يور كابابيلتي اند تست يور ماسل علشان تسبيد اب وتنفذ المشروع على البرسبل. سؤال حضرتك الثاني، البادجت بتتحط امتى؟ ده سؤال كويس. هو المشروع اول ما بتستلمي كحضرتك كمديره مشروع بتستلمي المشروع بتستلمي مع بادجت. يعني ايه؟ يعني احنا هننفذ المشروع ده ب 10 مليون جنيه. تمام؟ فانت دور حضرتك ان انت لما تيجي تعملي الديتيلد بلاننج هو ان انت تشوفي السكوب ده ازاي يتعمل بال 10 مليون جنيه. فهو البدايه بتبقى ان في ديفايند سكوب اند ديفايند بادجت. دور مدير المشروع ان هو يبدا يعمل بريك داون للسكوب ويشوف والله ايه ده السكوب ده اللي انا هتنفذه فعلا انا اقدر انفذه ب 10 مليون جنيه. وده غالبا بيبقى معظم المشروعات بتبقى البادجت بلاننج اند ديتيلنج في البدايه. احنا التندنس بتاعتنا ان احنا بنحاول نقول والله ان المشروع ده بيتنفذ بالقيمه دي، لكن مش ده اللي بيحصل.
كتير مثلا بيبقى المشروع متسعر بشكل مش كويس من ناحية المقاول، فيجي مدير المشروع اللي هينفذ المشروع يمسك الكونتراكت ويعمل بريك داون ويعمل الكالكوليشن بتاعته، يلاقي الله ده المشروع ده مش ممكن ابدا يتنفذ ب 10 مليون جنيه، ده مش اقل من 20 مليون جنيه. هنا ده هنا بقى ده بيبقى ده ليه سكه تانيه وموضوع تاني. لكن سؤال حضرتك اجابته ان مدير المشروع وظيفته ان هو يحسب كل دبليو بي اس الكوست بتاعتها كام، وبالتالي يبيلد اب البادجت بتاعت الاوفر اول بروجكت. ولو البادجت بتاعت الاوفر اول بروجكت دي ماتشنج مع البادجت بتاعت التندر يبقى احنا هنبقى معانا مشروع ناجح. لو في ديسكريبانسي مدير المشروع وظيفته ان هو يريز فلاج ويقول ان في ديسكريبانسي وفي اختلاف ولازم ناخد بالنا اثناء التنفيذ. اتمنى اكون جاوبت لحضرتك. ممكن حضرتك توضح للطلبه يعني تفاصيل الورك بريك داون ستراكشر دبليو بي اس؟ طبعا دبليو بي اس يا جماعه هو كاننا بنفكر مثلا خلينا نتكلم ان احنا عندنا اكزامبل بسيط جدا وكلنا اكيد شفناه قبل كده. عايزين والله مثلا نبني جدار حيطه، ف ده السكوب، عايزين نبني حيطه. عشان نبني حيطه احنا محتاجين اول حاجه نركب الطوب، ده اول خطوه في الدبليو بي اس، وبعدين نعمل بلاسترنج، وبعدين نعمل تنعيم للسطح، وبعدين نعمل دهان. اربع خطوات بكل بساطه عشان نبني حيطه. الاربع خطوات دول معتمدين على بعض، ما ينفعش نعمل خطوه قبل الثانيه. كل خطوه من دول اسمها دبليو بي اس. اتمنى اكون وضحت الصوره بشكل باكزامبل بسيط خالص. Perfect. كل خطوه من دول هي دبليو بي اس. كل خطوه من دول انت محتاج تسال نفسك خمس اسئله. هو الدبليو بي اس ده هيتعمل ازاي؟ ايه الادوات والريسورسز اللي انا محتاجها؟ ايه العمال او ايه التايم الريسورس، معناها العمال والادوات والماتيريال اللي انا محتاجها عشان اعمل الحيطه دي؟ هياخد وقت قد ايه؟ هل في اي ريسك وانا بعمل الدبليو بي اس ده؟ هل في اي اوبورتونيتي وانا بعمل الريسك ده؟ هل الدبليو بي اس ده بعد ما عملت له بعد ما جاوبت على كل الاسئله دي، يا ترى دلوقتي عشان ابني الحيطه دي عشان اعمل الطوب الاول تكلفه الطوب ده هيساوي كام؟ بعد ما سالت نفس الاسئله دي لازم اخر سؤال اساله التكلفه دي بتساوي كام؟ وبعدين حطيت تكلفه الطوب ثم تكلفه البلاسترنج ثم تكلفه التنعيم ثم تكلفة الدهان، جمعتهم هم الأربعة مع بعض، جبت كده البادجت بتاعت المشروع بتاعتي، وجبت التوتال ديوريشن بتاعت المشروع بتاعتي، وعرفت الستيبس اللي أنا همشي فيها إيه بكل بساطة. فإذا إدارة المشروعات الووتر فول هو فيري سيمبل. واحد، أنت عندك فيري كلير سكوب. اتنين، أنت عارف تعمل بريك داون للسكوب ده انتو سمولر دبليو بي اسز. ثلاثة، انت عملت كوست الوكيشن اند بلانيفيكيشن لكل دبليو بي اس. أربعة، انت بدأت تنفذ المشروع. خمسة، انت عمال تراقب الكوست اجينست الاكشوال كوست اجينست البلان كوست اكشوال ديوريشن اجينست البلان ديوريشن اسمها في المونيتورنج اند كنترول. اخر عملية هو انت عملت كلوز اوت، سجلت، قلت انا تعالى يا عميل اتفضل استلم الحيطه مني وامضي ان انت استلمت الحيطه مني وتمام خلصت كلوز اوت. اول حاجه في التيبس لاي مدير مشروع لازم تديفاين رياليستيك بلان، ان انت if you did it wrong في الووتر فول، if you defined unrealistic plan مش هتعرف تنفذها. حط في اعتبارك المعلومه دي. Don't be over optimistic أو over pessimistic. لازم تبقى فعلاً clear and realistic. يعني حاجة manage the stakeholders بتوعك. العميل، consultant، البلدية، الجهاز. دايماً تبقى بتcommunicate معهم. دايماً you have to engage yourself with them. أنت مش شغال لوحدك. أنت شغال مع
كذا جهة شغال مع كذا ستيك هولدر، وكلهم كل الستيك هولدرز دول يقدروا يوقفوا المشروع، يقدروا يحركوا المشروع، ويقدروا ينجحوا المشروع، يقدروا يفشلوا المشروع ويخلوك خارج من المشروع يعني مش عارف ايه اللي حصل، وفي نفس الوقت برضو يقدروا ينجحوا المشروع. فانت دايما you have to put in your mind ان الستيك هولدرز دول لازم يبقوا باستمرار باستمرار الاكسبكتيشنز بتاعتهم بتاعت المشروع باستمرار باستمرار مانجد، ودي عمليه مهمه ومرهقه وما ينفعش تغفل عنها يوم واحد اثناء اداره المشروع. لازم باستمرار تحط البروجكت كي بي ايز قدامك. مرحله المونيتورنج اند كنترول زي ما احنا قلنا الكي بي ايز اهم مخرجات المرحله دي، تجميع الداتا والاناليسيس بتاعتها، وان انت باستمرار تقارن ما بين البلان والاكشوال وتشوف وتعمل كوركتيف اكشنز للبروجكت بتاعك، دي عمليه مهمه جدا جدا جدا. ولو انت اغفلت الكي بي ايز، لو انت ما قدرتش تركز في الكي بي ايز، فده هيؤدي بيك في الاخر ان مشروعك قد يفشل، فدي من اهم اسباب فشل المشروعات. مدير المشروع اهم كواليتي فيه هو انه يقدر يبص لقدام، يقدر يانتسيبيت. مدير المشروع اللي هو منشغل بالتفاصيل او وقع في التفاصيل من غير ما يانتسيبيت، غالبا غالبا مشروعه بيفشل. وده حاجة من الحاجات اللي هي بتسبب فشل. ممكن مدير مشروع يبقى مجتهد جدا، ممكن يكون مدير مشروع ناجح جدا، ولكن يفشل في الانتسيبيشن، ودي حاجة هتضر المشروع جامد. ولازم يبقى فعلا فاهم كويس ان الانتسيبيشن is a very important factor. طيب انا خلصت. conclusion تاني الفيزز من المشروع: planning, initiation, execution, monitoring and control and closing. في تايبس كتيره من اداره المشروعات، واداره المشروعات لازم يبقى مدير المشروع لازم يبقى فولو التيبس الموجوده دي، لانه ده من غيرها هيبقى لو قدر يعملها فولو اب بشكل حقيقي، ده هيتسبب في نجاح المشروع. لو فشل في ان هو يانتسيبيت، لو فشل ان هو يمانج الاكسبكتيشن بتاعت الستيك هولدرز، لو فشل ان هو يحط الكي بي ايز، ده في الاخر هيؤدي الى فشل المشروع. شكرا جدا لكم يا جماعه، ميرسي جدا لكم. انا خلصت. الف شكر باشمهندس محمد عباس. يعني طبعا للحديث بقيه، ولكن في سؤال من مهندس احمد الديب. اتفضل يا باشمهندس، شغل المايك وتقدر تسال السؤال. شكرا جدا يا دكتور، وبشكر حضرتك استاذ محمد على البرزنتيشن والكلام على البروجكت مانجمنت اليمنتس. كان عندي سؤال يخص المجال بعد كده، او يعني السيرتيفيكيشنز اللي تخص بقى البروجكت مانجمنت. انا اعرف كورسات زي بي ام بي او البروجكت مانجمنت كورسز او شهادات يعني معتمده من الانستتيوشن بتاعت البروجكت مانجمنت، لكن انا خلفيتي انا مهندس ان شاء الله كمان 3 شهور يعني لما اتخرج ابقى مهندس كهرباء، واتجاهي اتجاه امبيدد سيستمز واي او تي وهكذا. فهل كونسبت البروجكت مانجمنت هيبقى ميال اكتر لجزء السيفل والاجزاء المهندسه، لو اقول هندسه فاقول جزء بقى الانشاءات وكده، ولا لو انا اخذت خطوه بقى وبدات اخد اللي هي الشهادات البروجكت مانجمنت بروفيشنال وهكذا، هتبقى صفي ولا تبقى بره المجال شويه؟ شهادات اداره المشروعات مهمه جدا، اداره المشروعات مايند سيت ولغه وابيليتي ان انت تشتغل تحت نفس الميثودولوجي. الشهاده هتحط رجلك على خطوه مهمه جدا ان انت تبقى فاهم اداره المشروعات بشكل اكاديميك، ف اتس توتالي ريكومندد ان انت تاخد اداره المشروعات. واداره المشروعات هي مايند سيت اداريه، حتى لو مش هتشتغل في اداره المشروعات بس هتبقى فاهم كويس جدا يعني ايه ازاي تقدر تحرك المشروع اللي قدام، وازاي تقدر تعمل بادجت، وازاي تقدر تعمل سكيدولينج وبلاننج. وطبعا كل ده مهم جدا، يعني مهم جدا في اداره العمليات، مهم جدا في اداره الجوده، مهم جدا في اداره الديزاين. فالمهندس اللي معاه خبره اداره مشروعات ده سكيل قويه جدا 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 بشكل اكاديمي، حتى مش محكمه طبعا بالتخصص بحد ذاته. اي مهندس هيعمل مشروع او غيره بيبقى محتاج الاسبكت دي والشهادات دي او هتبقى الصفر.
انا اعتقد اداره المشروعات بيلر مهم جدا لازم كل مهندس يتعلمه. جدا، شكرا جدا لزو حضرتك. معانا سؤال اخير هناخده سريعا من من استاذ متوكل وهو انتربرنور عايش في بلجيكا. اتفضل يا اخ حضرتك شكرا على البرزنتيشن. My question is, at which stage in my project stage I should apply, I should decide which project management methodology I should apply. لا الموضوع ده is decided at, يعني at the first at T0 at the first very early in the project even before writing the project scope. Okay. Before the initiation phase, you need to decide together, you and all the stakeholders, which project management methodology is the best to make the deliveries of the project. Yeah. A small hint: if this is a construction-based project, so I think the best is a waterfall. If this is like a software development in the software industry, I think Agile would be the best. If you are doing an operation in a factory, so Lean Six Sigma would be the best tool to improve the outcome and the deliveries of the process. So it will be very important, very critical to select the best methodology before going into the execution of the project. Thank you so much. احب اضيف اضافه صغيره بس في الانوفيشن، لما اكون بطور برودكت جديده تماما او بروسيس جديده تماما، ما عنديش معلومات كافيه عن السوق، عن المنتج النهائي هيبقى شكله ايه والديوريشن هتبقى قد ايه، فوقتها الاجايل بروجكت مانجمنت تبقى برضه بتساعد شويه. وانا هساعدك ان شاء الله في الحته دي وهشرح لك الحته دي. طارق طبش معاك. تمام تمام تمام. متشكر قوي مهندس محمد عباس. ارحب بضيفنا التالي مهندس طارق طبش، وهو خريج، وصلح لي اذا غلطت، يعني خريج هندسه القاهره قسم اتصالات، وهو برنس 2 سيرتيفايد انجينير وترينر. الكي بي اي بتاعتك في التدريب كم ساعه سنويا تدريب مجاني بتقدمه للطلاب؟ انا ليا عدد اشخاص سنوي، ده تارجت شخصي يعني. السنه دي ان شاء الله 1000، السنه اللي فاتت كان 500، وده بحققه من خلال الجامعات ومن خلال الانستيتيوشنز زي اللي انت بتتكلم فيها كده، وزي انوفيتيف. انا كانت انوبال وانت خليتها انوفيت اكاديمي، هي برودكت منها يعني، فهي حاجات زيها كده. وفي حاجات بتبقى في الجامعات فيزيكالي، وفي حاجات بتبقى سمر تريننجز في الشركه في المكتب كده يعني. في حقيقة بلاقي التارجت بتاعي، التارجت بتاعي مش عدد ساعات، التارجت بتاعي ناس بس بتغير، عدد ناس بيتغير. ممتاز. يعني فاي حد عايز اي تدريب يقدر يتابع مهندس طارق الطبشي، او هو هنا داخل بالنيك نيم تيكو مان، اي وقت، سواء ان شاء الله هشارك معاكم اللينكد ان اكونت بتاعه تقدروا تتواصلوا معاه. الكره في ملعبك يا باشمهندس. طيب يا سيدي، شكرا. ميرسي ميرسي يا باشمهندس محمد على البرزنتيشن بتاعت البروجكت مانجمنت. طبعا انا المنافس بتاعك دلوقتي. فقبل ما اخش في المنافسه دي، انا شايف عدد الناس مش كبير، فانا ممكن اتعرف عليهم كده بالترتيب. وهنبدا طبعا ليديز فيرست، هنبدا بفاطمه الزهراء سالم. هعرف، عايز اعرف انت في سنه كام، بتدرسي ايه، اشتغلتي في مكان قبل كده، ايه اللي انت متوقعاه من التريننج اللي احنا فيه ده، تسمعي ايه. وخليني برضو افتح الكاميرا بتاعتي عشان تبقي شايفاني. فاطمه سامعانا؟ يا السلام عليكم. انا فاطمه زهراء خالد، فرش جراديويت كليه فاكولتي فيترينري ميديسن او كليه طب بيطري. انا حاليا يعني يعني ما فيش، مش اوفيشيالي وركينج، بس زي حاليا فود سيفتي اند كواليتي انسبكتور في مستشفى عندنا هنا. انا حقيقي مهتمه بالبروجكت مانجمنت بيكوز ام يعني ماي باشن اكتر، ان انا فيما بعد اشتغل ك ريسيرشر او يعني في مجال الريسيرش. يا
مهتمة أكتر بمجال مثلا يعني أنا البروجكت مانجمنت أي بليف إن هو هينفعني كتير، مثلا لما لو شاركت في جرانتس معينة أو حاجات معينة، مثلا عايزة سبورت مشروع مظبوط. بحثي معين في دماغي، فأنا البروجكت مانجمنت هبقى عارفة إزاي أمانج، مش هبقى محتاجة لحد يبقى يعمل لي مثلا في نقط معينة يعني يظبط لي حاجات معينة، ببقى يعني بفيل يعني بحس الموضوع أفضل، إن أنا بحب إن أنا الديتيلز أمسكها بنفسي. فالبروجكت مانجمنت قبل مثلا ما أقدم على جرانت هنتكلم على أبقى حته عارفة. هقطعك معلش، هنتكلم على حته اسمها المايند سيت. المايند سيت افتكريها كويس عشان هنتكلم فيها على حاجه مهمه قوي انت قلتيها. اتفضلي يا اوكي فندم. دكتور. كنت بتقولي مهتم بالبروجكت عشان تقدري تملكي الحاجه بنفسك بالديتيلز بتاعتها، تبقي فاهمه هي فيها ايه. بالظبط. فانا هي ممكن تبقى يعني حاجه سلبيه وايجابيه في نفس الوقت، بس انا بحب على الرغم حلو التيم ورك وكل حاجه، بس في حاجات بحب ان انا ايه اتاكلينج باي ماي سيلف يعني، او انا ببقى حتى البروجكت مانجمنت على الرغم ان انا ميديكال باك جراوند وبعيده اصلا عن الموضوع، بس مثلا لا بالعكس. لو حاجه فيها بروجكت مانجمنت حتى لو بعيدة عن مجالي، بحب مثلا لا ابقى واخده او الانتربرينورشيب او اي حاجه ناحيه البيزنس، بحب ان انا ابقى عندي فكره، بحيث ان انا الناس مثلا شغاله معايا برضو، طب ليه ما نعملش كذا، ليه ما نعملش كذا، ما يبقاش ان انا وراهم وخلاص يعني. هي الحته اللي انا هقولها لك دلوقتي دي احنا مش هنتكلم عليها في التريننج بتاع النهارده، بس في حاجه اسمها اللاترال ثينكينج. لاترال ثينكينج اقري عنها، وممكن تبعتي لي على المسجنج بتاع لينكد ان، هبعت لك كتاب تجيبيه اونلاين او تشتريه، هينفعك جدا في حته ازاي افكر بطريقه مختلفه غير اللي الناس معتاده عليها، بالاكسرسايزز بتاعتها اللي تخليكي تعرفي تطبقيها عمليا، مش مجرد يعني ماده نظريه. يعني انا دايما التريننج بتاعتي او الورك شوب بتاعتي بتبقى مايله اكتر للتطبيق العملي، وهدي امثله عمليه في اللي انا بقوله كله. بس خليك فاكر المايند سيت. ميرسي يا فاطمه، ميرسي جدا شكرا لتقديمك. جدا، شكرا جدا، طيب مهتمة. احمد فاطمه، انا عايز اسالك سؤال. انت قلتي عندنا هنا فين؟ To be more specific، أنا من الصعيد، في من الصعيد. من محافظة إن الصعيد. تشرفنا يا محافظة فندم، إن أهلا تشرفنا. وسهلا. جينا بقى بتقولي هنا بذمتك في بلدكم، بتقولي هنا لا والله احنا يعني هو غالبا طبعا يعني انا ناس كتير بتسألني السؤال ده، بس انا يعني تربية اهلي كده، لاني يعني معايا جنب من البحر الاحمر وجنب من انا اه يعني ده في ميكس الوايلد دول من إيه. بالظبط. طيب يا ستي تشرفنا يا فندم، تشرفنا. شكرا. طيب احمد الديب، انا بحبك باشمهندس، هو اهلا حضرتك منورنا في الايفنت، الحمد وطبعا لله. يا دكتور محمود زي مني من اول ايفنت، ما كل مره بحب انجيج وكده. فيعني اعرف سريعا، انا اخر سنه رابعه تخصص كهرباء جامعه القاهره كريدت، هندسه القاهره كريدت تريبل اي. واهتماماتي او مجالي رايح ناحيه الامبيدد سيستمز براحة والاي او تي. عليك، براحة عليك. انت بتقول الاي تريبل اي؟ هو انا كنت اي تريبل اي، بس انا تخصصي تريبل اي الكتريكال انرجي انجينيرنج اسم البروجرام. الكتريكال انرجي، اوكي. ذات بينج سيد، انا ممبر اي تريبل اي، والسنه اللي فاتت كنت اي تريبل اي كيونيفرستي سكرتري. عارف مين الاي تريبل اي بتاعت الباور في ريجن 8؟ بتاع باور في ريجن 8. انا عارف باشمهندس محمد معانا هنا اسمه في مصر، محمد بس ايه؟ ما اعرفش مين اللي هاد. محمد ايه؟ هو يعتبر ماسك الممبر شيب، ويعتبر الهيد بتاع بي اس في ايجيبت، بس انا في الاسماء ببقى شويه. بص انا كنت بسالك على الانشاو، لان انت لما قلت دلوقتي جه في دماغي يعني الاي تريبل اي في باور الكترونكس ايجيبت، انا اللي انشاته من حوالي هو مثلا الكترونكس بي ال اس. 22 سنه في مصر، ما شاء الله. وكانت اللي ماسكه الريجن 8 اللي هي من تركيا لغايه جنوب افريقيا ومن موريتانيا لغايه ايران، واحده اسمها جوده بوزداجي كانت موجوده في تركيا. ما شاء الله. لا انا جه في بالي بي اس باور اند انرجي سوسايتي، لكن طبعا انا الكترونكس، فانا هديك اكسترا زون زياده شويه عشان انا مهندس باور اصلا، هندسه الكهرباء. لا ده احنا خلاص زمان من اول هنا بقى بينا. عيش واي تريبل اي كده. وطبعا كنت الاي تريبل اي تشابتر تشيرمان، وكنت برضو الفايس تشيرمان، يعني لعبت كل الالعاب يعني. طيب ما شاء الله، متوقع ايه بقى انت من التريننج بتاعك؟ يعني انت رايك تشوف ايه؟ او مش تريننج، انا ان شاء الله خلاص اول هتخرج كمان 3 شهور، ومهتم بعد كده بقى امشي في المجال يعني اندستري وايز، يعني اندستري. شركات طبعا، وابدا ابني في اساس الاي او تي والامبيدد،
وطبعا ماسترز يعني تخدم المجال الاي او تي والامبيدد. يس اوكي. انت اللي سالت هل البي ام بي مفيد، صح؟ انت اللي سالت محمد هل البي ام بي مفيد بالنسبه لي في بعد التخرج في الشغل بتاعي ولا لا. بالظبط. اه، هو دايما بيبقى تايد مع بتوع كونستراكشن انجينيرنج مانجمنت. ف اجابتك عندي، الكهرباء اجابتك عندي. اه، حضرتك اتصلت، حضرتك جاوبت على الاجابه اكيد. لا لسه، لسه ما جاوبتش الاجابه لسه عندي. لا ده لسه كمان في سؤال في بالي، ان هو طب بي ام بي ولا ام بي اي، وهل الاثنين احسن من بعض ولا الاثنين، ولا ناخد دبلومه انجينيرنج مانجمنت؟ في كذا حته كمان عايز اسال فيها في السيشن دي. طبعا مفيش مقارنه بين البي ام بي والام بي اي. الام بي اي بزنس ادمنستريشن، ذس كان بي ابلايد از ا بزنس بوينت اوف فيو. البروجكت مانجمنت بتبقى جوه البروجكت نفسه، فدي سكه دماغ، دي مايند سيت بتتعلمها، والبي ام بي ميثودولوجي وفريم ورك. الام بي اي بزنس از مور انتو بزنس، مش مور انتو بروجكت مانجمنت ستايل. هي طريقه تفكير في البيزنس اكتر من طريقه تفكير في تنفيذ البروجكت نفسه. طيب، والسؤال الاولاني هجاوبه لك اللي هو بتاع هل البي ام بي مفيده بالنسبه لك انت اكتر ولا حاجه ثانيه، which is agility. ومهندس محمد نوه للكلام ده، بس انا هقول لك تفصيلها ليه اثناء ما احنا بنشرح، وكمان حته زياده من عندي. يلا يا عم، ميرسي جدا. شكرا جدا. انا مش عارف انت اصلا، انا مش عارف ابشر. اهلا اهلا، مرحبا. اخبارك ايه؟ يا مرحبا، مرحبا بكم. اسمي ابشر. ايوه ابشر. ابشر اردني ولا مين؟ صومالي. الله يبشرك بالجنه ان شاء الله. يا رب. قلت مين؟ من بلدكم ايه؟ اسوان؟ اعتقد قال الصومال. الصومال الصومال الصومال. تشرفنا تشرفنا يا سيدي، تشرفنا. ليه شرف والله، ليه شرف. ربنا يكرمك. لو في اي حاجه مش واضحه في كلامي اثناء الشرح لو سمحت وقفني واسالني. تمام، ولا يهمك يا كوتش. تمام. قول لي يا ابشر، بتدرس ايه او خلصت او يعني يعرفني بيك يعني. حاليا فريش جراجويت من اجريكلتشر اند فود ساينس فاكولتي من السودان. السودان. يونيفرسيتي اوف افريكا. استنى بس واحده واحده، اصبر. شمال السودان ولا جنوب السودان؟ شمال السودان، في الخرطوم. شمال في الخرطوم. تشرفنا يا سيدي. الله يبارك فيك. طيب، عندنا مين كمان؟ محمد عباس، تحت الراجل الكبير بتاعنا، مهندس محمد. طب المتصل اللي بعده، متوكل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا متوكل؟ الحمد لله بخير. My name is متوكل. I'm based in Brussels, Belgium. I'm social متوكل. انت اللغة العربية فيها مشكلة عندك ولا الانجليزي ليه؟ ولا خليني ولا ميكس ولا ايه؟ مش فارقة مش فارقة. انا اصلا طيب وكلمني عربي. انا اصلا من السودان، عندي باشلر في السوفت وير ديفلوبمنت. اتخرجت من بلجيكا. عندي ستارت اب social enterprise called Hacker Future Belgium. It's a coding school for refugees. مدرسة بتعلم اللاجئين وال people with limited access to education. تسمح لي بمداخلة كده سريعة. أنا شايف opportunity لمهندس طارق إنه يضاعف التارجت بتاعه من 2000 لين 1000 ل 2000 لتلاتة مع أستاذ متوكل. ده انا بص اهو والله كتبتها قدامي، هي ورقه نتيجه بس انا كاتبها عليها. طيب حطيتك عندي في الليسته يا متوكل. ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله والله يبقى تعاون جميل لتعليم كل من يحتاج يعني. ان شاء الله باذن الله، ده شيء يشرفني ويسعدني ومن اهداف حياتي، فده شيء جميل يعني. طيب طيب احنا كده تقريبا ايه، عندنا فاطمه واحمد الديب وابشر ومحمد عباس طبعا استاذنا وباشمهندس محمد، وعندنا مصطفى نديل، وعندنا متوكل، وعندنا محمد سعيد اللي انا عارفه كويس قوي 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 قوي، مش محتاج يقدم نفسه لان هو عارفني برضه. طيب شرفتنا يا باشمهندس محمد، يا رب يعني كلامنا يبقى حلو يعني. طيب انا اسمي طارق الطبشي زي ما المهندس محمود قدمني، وانا خريج هندسه القاهره باور الكترونكس 2002، واشتغلت تريننج قبلها بفتره، وكنت ماسك مركز تهيئه فرص العمل في هندسه القاهره، وكنت بشتغل في نقابه المهندسين اللي هي موجوده برضو في القاهره في شارع جامعه الدول، وكترينر برضو.
واشتغلت تريننج في تبع هيئات النوادي الرئيسيه في مصر، نادي الصيد، نادي الجزيره، سبورتنج، الحاجات دي كلها كنت بندي كورسات برضو فيها. واشتغلت بقى مش كترينر بس، انا التريننج ده بعمله جنب شغلي الاساسي، انا اساسا مهندس كهرباء وشغال دلوقتي بروجكت مانجمنت في احد شركات الاتصالات، عشان ما نبقاش بنتكلم على شركه محدده يعني، اكيد لما اللينك دي تخشوا عليها تعرفوا يعني. وبقالي كام سنه شغال كده، بقى كام 21 حاجه كده. وكنت شغال قبلها مع المهندس شاكر اللي هو محمد شاكر اللي هو وزير الكهرباء حاليا بقاله فتره، واشتغلت في بعض المصانع الموجوده في مصر كمهندس باور، وبعدين اتنقلت للشغل بتاعي لمجال الكوميونيكيشن. واشتغلت مع القوات المسلحه والمصير الاتصالات والمصير الاسمنت واسمنت السويس. وعارفين ريتش بيك؟ حد يعرف ريتش بيك؟ حد ما يعرفش ريتش بيك؟ طب قولوا حاجه. بصراحه انا ريتش بيك ده محل مش كده ولا بتاع العيش اللي بينتج ده مصنع. مصنع مالتي بالظبط. لو سمحت يا محمود احنا هنوقف الريكوردنج عشان الناس تتكلم براحتها يعني. مش اسف نسيت يعني. لا قريب. في حد كان عايز يخش؟ زياد، ازيك يا زياد؟